السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت مفيد في حاجتين أساسيتين. الحاجة الأولانية إن أنت ممكن تديله ملف PDF، فهو يبدأ ياخد الكلام ويبدأ إن هو يترجمه، سواء بقى أسباني برتغالي روسي، يترجم للغة اللي أنت عايزها مع المحافظة على التنسيق والمحافظة على الصور. الحاجة التانية إن ممكن يكون عندك أنت ملف PDF تروح محوله لورد، يعني هو ملف PDF كأنه صورة كأنك مش قادر تتعدل عليه، فتحول لوورد تقدر تعدل عليه بسهولة جدا. في حاجات تانية برضو إن أنت ممكن تحول ملف PDF لصور، أو تقسم ملف PDF، أو إن أنت تضغط الصور بتاعتك. الميزة إن هو الموقع نفسه فيه كذا لغة، تقدر تشوفه بالإنجليزي أو بالعربي أو بالهندي زي ما أنت عايز. كل اللي عليك إن أنت بس إيه الخاصية اللي أنت عايزها، فممكن تقول له ترجم لي الملف، او انا عايز تحول لي PDF لوورد عشان اشتغل عليه. ترجم الان وتبدا ترفع ملف PDF اللي عندك. نختار الملف ويبدا يرفع الملف دوت، وبعد كده يبدأ ان هو يترجمه لك اللغة العربي او الاسباني. الميزة ان هو ما طلبش مني اصلا ان انا اعمل حساب او ريجستر او اي حاجة من الحاجات دي خالص، وتقدر بقى تشوف الملف ايه وانت عايز تترجمه لأنهي لغة. مثلا عايز اللغة الأردنية مثلا، ترجم دي كلها 100 لغة، 109 لغة. وبعد كده ممكن تحوله لوورد او اكسل او اي ملف من الملفات التانية دي. فده الموقع، اتمنى يعجبكم ان شاء الله.